هلو كيكاتي، مساء الورد والحب والسعادة على عيونكم الحلوة. مشتاقة لكم جدا. طبعا عندي طلعة بسيطة ورتبت حالي وقلت أحكي هذا اليوم، بعدين حغيره باجر. والله يوميا أقول أغيره أغيره، بس وقت ما عندي ملتهية بالبنوتة ومشتاقة لكم حيل هواية. شكو ماكو سويت، وين رحتوا وين جيتوا؟ رايحة اليوم مشوار بسيطة كاملة، اليوم جمعة. بعد هالمشوار اخذكم وياي الكافيه في، راح اسوي عيد ميلاد لتوفي. اليوم توفي عيد ميلاده، توفي كوافيري صديق العمر، حارة بيهم بس اسوي لهم عيد ميلاد، خلفتهم ونسيتهم. المهم بعد ايش عندي؟ شوف بعد شو يصير وياي، هماتين اسولف لكم. I love you يا قمر. احس الحمرة حيل قوية مع العلم، بالحقيقة ما طالعة هيك، ما ادري ليش بس بالفلتر. anyway يراد لها والله شوية طبطبة، نحاول نخففها. بس هي مو هيجي ابد، مو هيجي هي بالحقيقة. المهم يا عسل، اليوم استخدمت عطر من جوتشي، ما اعتقد ما قدمت حبه شوية، خليت ويا عود. أنا بالشتاء أحب العود، أحب أكسره بشي أي عطر فرنسي يطلع كلش حلو، بس قليل مو هاي تخلون. راح أخذهم وياي. وشنو بعد راح أخذ؟ راح أخذ وياي هالمنتجين يخبلون، بس واحدة نازلة جوا، واحدة أخذها وياي بالجنطة. خلي أنزل جوا وأحكي لكم عنه، لأنه الفانوسة ماتي قاعد تبكي الفرايخة. يوم ولي قدام راح اقول لكم قبل ما تحجون وقبل ما تنتفضون وقبل ما تسوون سوالف مال ما احط اكستنشن وكوكيز. هذا تطبيق بس تدرون بيا، اني غرامي الشعر القصير اموت عليه، فهذا لا يؤذي الشعر ولا فتشي. على قد مشوار ساعتين ثلاثة كليبس يعني، خلاص بس اوصل اوخره وانتهى الموضوع. بس تقدرون تقولون يعني زاغلط شوية، بس يعني بالسيفتي بعدنا اوكي، لان ادري بكم تركزون كلش هوايه. يا من فدوه رحت اني اللي يركزون وياي، هيجي تنقرطون احسكم عايشين وياي. والله احلى متابعات ومتابعين، خصوصا البنات، يعني متابعاتي اغلبهم بنات. ايش دا اسولف لكم عن ناي؟ تعالوا جوا نسولف، تعالوا. باعوا اللبسه هاي صح تسمن شويه، بس ما انصحكم تطلعون بملابس خفيفه لان الجو مو شقه، يعني الجو حيل حيل بارد. تمام، فدفوا اهم شيء سلامتكم. بس هي حلوه جميله حيل. ابناي الحب 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 الحب، هلا 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 هلا. اليوم مريض سود عليه فلاونز اليوم بالعظام، سلامتك جعل بلي كرهك ان شاء الله. سلامتك ابويا انت، سلامتك. بديت الوي هذا كنا ناي. يا سبحان الله قادر يا عمري، انت مريض وحلو عسل بكل حالاتك. يقولون ماكو، قلت ما بايع ثقل. لا والله موجود بس مريض عمري. كل اللي كل يسمع طوني صاروا حلوين. والله مجامل احب. لا والله ابد، انا جامل قاضي قاضي. اوكي يا حلوه، تنعوف ابناي مدري وين راح يشرب شاي مدري. على فكره بذاك السناب عيبت عليك صدق، هسه اشوفه. روح شوفه تفرج تونس. حاليا مريض؟ لا والله عبك. تعال تعال جيب ايدك شوي، انطيك هاند كريم شوي شوي مال غنم. ايه يلا روح توكل بالله سد البال. مال غنم هذا؟ اي مال غنم اصلي. حبيباتي الكيكات، فصل الشتاء هواي نحتاج ترطيب سواء لايدنا او لبقيه الجسم. ويلي ليمون، لذلك أنا قبل لا أطلع قلت لكم أقول لكم شنو أحط بالجنطة مالتي، قلم حمراء والعطر أهم شيء، وهذا الهاند كريم للإيد. البشرة حيل تتعرض للجفاف بفصل الشتاء. هذا بفيتامين سي، يرطب الإيد وبنفس الوقت يغذيها ويحميها من الشيخوخة، يعني إيدك تكون زبد. بالإضافة لهذا الريحة مالته ريحة الليمون، فتشتمين إيدك بها ريحة
فهذا يا حلوات لازم يكون عندكم موجود بكل بيت، بالجنطة، بالسيارة، بأي مكان أنت تروحي له أو مقيمة بالبيت، لأنه الناس اللي كلش very dry hand يرطب لهم البشرة مالتهم. وهذا أخو الثاني باعه، هذا للإيد، أوكي؟ هذا كريم للإيد لازم يكون وياك. شو الحلو بموضوع أنه ميني، يعني حجمه مو كبير، فبالتالي إحنا نكيف على هاي الأشياء الصغيرة اللي ما تأخذ من أدنى ما تأخذ مكان يعني أو مساحة. الثانية حلوات يستخدم للقدم، بعد ما طلعين من الحمام لازم تستخدمين هذا القدمج، ينطي ترطيب عالي فول، وأيضا يقضي على التشققات أو يقلل منها، خلينا نقول ليش، لأنه أيضا بفيتامين سي، والمنتجين اثنيناتهم هذا وهذا ريحتهم حيل طيبة وأورجانيك، تمام، عضوي 100%. وأحلى شيء الأشياء اللي نستخدمها العضوية، لأن يا بنات أحط لكم أماكن المبيعات، هذا راح أخذه وياي وهذا يبقى بالبيت من أرجع أستخدمه، اثنيناتهم حلوين. ولا تنسون وصلت لكم على خصم، أي جنن مناسيتكم، دائما مدللتكم حبيباتي الكيكات.